أما بعد فإن علم النحو علم شريف فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا يعني درسنا الأول في الحديث عن أو في الحديث في مادة المطالعة والنصوص لمنهج الصف الثاني الإعدادي الأزهري صح كده؟ نعم كلمة المطالعة من الفعل إيش هذه؟ من الفعل طالع يطالع مطالعة طالع الكتاب يعني أو طالع الكتب يعني قرأها فينبغي للطالب العلم يعني بالأزهرية أن يكون هو الطالب طالب العلم أن يكون كثير المطالعة وكثير القراءة والاطلاع على الكتب وعلى نتاج العقول وما كتبه العلماء السابقون لأنه بذلك يزداد علما على علمه وأيضا يكتسب خبرات وعلوم السابقين والعلماء الذين كتبوا ودونوا علومهم النصوص يعني سنعرض وستدرس نصوصا من الشعر او من النثر وربما تدرس قصه او شيء من هذا طيب الدرس الاول عندنا هنا من دروس ماده المطالعه الانتماء والمواطنة من منظور إسلامي طبعا كثير من من الناس عندما يسمع كلمة المواطنة أو يسمع حق الوطن ربما يعني يظن أن الكلام فيها يعني كلام ليس له أساس في دين الإسلام ففي هذا الدرس سنتناول النصوص ونتناول الأفكار وما جاء في بعض النصوص من الكلام على الوطن وعلى حب الوطن وعلى الانتماء للوطن وعلى المحافظة عليه وعلى حقوقه وشيء من هذا. نقرأ سويا إن شاء الله وإذا جاء شيء نعلق عليه إن شاء الله. طيب نبدأ الآن القراءة والتعليق على كتاب المطالعة والنصوص. الموضوع الأول معنا هنا هو الانتماء والمواطنه من منظور اسلامي مقدمه من القيم النبيله الراسخه في نفس كل انسان عاقل قيمه الانتماء للوطن ال التي يشعر المرء معها بقيمته وذاته وتفرز في داخله قيما اخرى جليله متجدده قادرة على تشكيله وتوجيهه في جميع أحواله في الشدة والرخاء في السراء والضراء وفي العسر واليسر حتى يصير الانتماء لديه عطاء وبذلا لوطنه وردا لجميله وعشقا لأرضه وسمائه كل عاقل لا شك أن الإنسان العاقل من القيم والأخلاق التي تكون ثابتة في نفسه أنه ينتمي للمكان الذي يعيش فيه لوطنه فهذا به يشعر بقيمته ويشعر بذاته واذا هذا ينتج عنه قيما اخرى تدعوه بعد ذلك ان يعني يبذل لوطنه وان يضحي يعني بالغالي والنفيس في سبيل رفعته نعم مفهوم الانتماء والمواطنه يُقصد بالانتماء الانتساب المقترن بالولاء والتقدير لشيء ما الانتساب يعني هو من من هذا من هذا المكان او هو من هذه من هذه الاسره ينتمي الى اسره كذا ينتمي الى قبيله كذا ينتمي الى ارض كذا فالانتساب المقترن بالولاء والتقدير لشيء ما والانتماء بهذا المعني يشمل الولاء لجهة معينة أو لمكان محدد أو لشخص من الأشخاص أو لمؤسسة لها دور مهم في حياة أو لأسرة أو لعقيدة من العقائد أو لفكرة من الأفكار طبعا ينبغي للمسلم أن ينتمي للإسلام لا لشيء آخر سواه أبي الإسلام لا أب سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي لكن عموما الذي يقع في حياة الناس والذي نراه مشاهدا في حياة الناس ان من الناس من ينتمي لجهة معينة او ينتمي لمكان ينتمي لبلد او لمكان معين او لشخص من الاشخاص فينسب الى هذا الشخص او لمؤسسة كمان ينتمي للازهر مثلا هذه مؤسسة او لاسرة او قبيلة مثلا او ينتمي لعقيدة من العقائد ينتمي لدين من الأديان أو لفكرة حتى من الأفكار سواء كانت فكرة صحيحة أو فكرة ضالة انتماء حتى الذي ينتمي لناد من النوادي الرياضية وينتمي إلى هذا إلى هذا ويدافع عنه ويشعر يعني بالفخر أنه منه إلى آخر هذه الأمور وهذا الانتماء إنما ينبني على أن الجهة التي ينتمي إليها المرء قد أسدت إليه صنيعا أسدت إليه من فعل أسدى يسدي أسدي إسدان أسدى إليه يعني صنع إليه المعروف أعطى له هذا قدم له هذا قد أسدت إليه صنيعا صنيعا المقصود به صنيع طيب كما قال كما في الحديث صنائع المعروف تقي مصانع السوء من صنع إليكم معروفا فكافئوه نقول مثلا لشخص يعني صنع لك معروفا لا أنسى لك صنيعك أبدا قد أسدت إليه صنيعا جعلته مدينا لها بالفضل والامتنان طيب جعلته مدينا مدينا يعني عليه دين يشعر أن عليه دينا يجب أداؤه مدينا لها بالفضل والامتنان الامتنان من كلمة امتن عليه يعني له منة وله عطية عليه هذا بالنسبة للانتماء أما المواطنة فهي الانتماء إلى الوطن من كلمة وطن الانتماء إلى الوطن انتماء يتمتع فيه المواطن بالمساواة مع الآخرين الذين يعيشون في الوطن نفسه مساواة كاملة في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر و يعني المفهوم من كلمة المساواة العدل العدل أن المساواة يعني عند التفريق اللغوي بين كلمة مساواة وكلمة عدل أن المساواة تعطي لكل واحد مثل ما تعطي الآخر أما العدل فإنك لو تعطي لكل ذي حق حقه قد يكون هذا حقه أكبر من حق هذا هم يمثلون لذلك باسره مثلا اذا كان هذه الاسره فيها طالب في الجامعه وطالب في الابتدائيه هل يعني المساواه ان الاب سيعطي سينفق على هذا مثل ما ينفق على هذا هذا معناه المساواه اما العدل فان مثلا الطالب الذي يكون في الجامعه يحتاج الى نفقه ومصاريف اكثر من الذي يكون في مرحله الابتدائيه فالعدل انك تعطي هذا ما يحتاجه وهذا ما يحتاجه كل على قدره. هذا بالنسبه لمسألة المساواة. هنا المواطنة يقول الانتماء الى الوطن. انتماء يتمتع فيه المواطن بالمساواة، يعني يحصل عليها يعني. مساواة كاملة في الحقوق والواجبات. لك حق وعليك واجب، كمثل بقية الناس في هذا المكان. والمواطنة بهذا المفهوم تعد أخص من الإنتماء، لأنها تختص بعلاقة الإنسان بوطنه. أما الإنتماء فهو أعم، لأنه يشمل الولاء للوطن ولغيره. الإنتماء يكون الإنتماء للوطن، لمؤسسة، لشخص حتى، طيب؟ لكن المواطنة هي إنتماء للوطن فقط. قال: ولذلك يستعمل الإنتماء في الغالب مقيداً بالوصف. فيقال الانتماء الديني وهو ولاء الإنسان لدينه والانتماء الوطني هو ولاء الإنسان لوطنه وإنما كان الولاء للوطن لأن الإنسان ولد على أرضه فتشكل منه جسمه وفكره وأمله وحميته وعقله حتى صار حب الوطن والولاء لها والانتماء إليها فطرة متأصلة في كل نفس سوية الكلام واضح يا أدهم أو لا نعم انا نعم عفوا آسف نعم واضح حقوق الانتماء والمواطنة في الإسلام الآن عرفنا ما معنى الأ... أول شيء ما قيمة ال... ال... أن ينتمي الإنسان لوطنه بعد ذلك ما مفهوم الانتماء ما مفهوم المواطنة وان الانتماء اعم والمواطنه اخص بعد ذلك الحقوق حقوق الانتماء والمواطنه ان قيمه الانتماء للوطن ليست كلمات يتغنى بها كل مدع او نشيدا يردد في المناسبات يعني ليس هذا كلاما نحن نريد الافعال وانما ينبغي ان يكون الانتماء للوطن ترجمه لعمل ملموس يرفع من شان الوطن ويعلي من مكانته ليست ليس الانتماء للوطن كلمات يتغنى بها كل مدعيه في كل في كل محفل وفي كل مكان يتكلم عن الوطن وانه يحب الوطن وانه يدافع عنه لكن في الحقيقه افعاله او حاله يكون عكس ذلك لا ينبغي ان يكون الانتماء للوطن ترجمه لعمل ما تكلمت فلا بد ان يعني يطبق ويترجم هذا الكلام إلى واقع عملي، كل واحد في مكانه كما سيأتي كل واحد في مكانه يؤدي عمله ويؤدي المطلوب منه على أفضل وجه، قال: ومن أوجب الحقوق التي ينبغي أن تتحقق في نفس كل مواطن الاستعداد الكامل لبذل كل نفيس وغالٍ للمحافظة على الوطن. وحماية أرضه وسمائه ومائه من كل أشكال التلوث البيئي وصيانة عقول أبنائه من الشطط الفكري يستعد ليبذل كل نفيس نفيس يعني غالي نفيس وغالي هذا مترادف يقول هنا أن تتحقق نعم ومن أوجب الحقوق التي ينبغي أن تتحقق في نفس كل مواطن الاستعداد الكامل لبذل كل نفيس وغال للمحافظة على الوطن وحماية أرضه وسمائه ومائه من كل أشكال التلوث البيئي وص... يعني حماية من التلوث في البيئة والتلوث أيضا في الأفكار هذه مشكلة وصيانة عقول صيانة يعني حفظ عقول أبنائه من الشطط الفكري الشطط يعني الانحراف وكما أن للوطن حقوقا على أبنائه فإن لهؤلاء الأبناء حقوقا على أوطانهم ومن أهم هذه الحقوق المساواة في تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات بسبب اللون أو الطبقة أو الاعتقاد مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل الأمة والشعب جسدا واحدا عندنا شيئا هنا ما معنى المساواة في تكافؤ الفرص وما معنى تحقيق التكافل الاجتماعي التكافؤ الفرص يعني اذا اذا كان مثلا عندنا مواطن ومواطن اخر، هذا المواطن مثلا حصل على شهاده معينه، وليكن مثلا شهاده الهندسه او الطب. ومواطن اخر في محافظه او في بلد اخر حصل على نفس الشهاده. طيب تكافؤ الفرص انه اذا جاءت هناك فرصه هذا يمكنه ان يحصل عليها وهذا يمكنه ان يحصل عليها، لكل واحد يكون له فرصه وتتساوى الفرص امام الجميع. ولا يميز بين واحد وواحد على اساس ان هذا ذا لون معين او يعني له عقيده معينه الى اخره. هذا المراد هنا. مع تحقيق التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي يعني ان المجتمع اذا حصل فيه ان منه من كان فقيرا او شيء فانه أنهم يكفلون يكفلونه ويساعدونه حتى يكون أبناء الأمة أو أبناء المكان الواحد يكونون أمة واحدة لكن إن كان هناك أغنياء لا يراعون الفقراء أو لا يساعدونهم فهؤلاء الفقراء يعني إذا ضاقت بهم الأمور واشتدت بهم الحال سيلجؤون إلى أفعال يعني قبيحة ف هنا تحقيق التكافل الاجتماعي هذا أمر مهم صور الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة للانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة وسير الأعلام صور كثيرة ومتنوعة سير جمع سيرة والأعلام جمع علم والمقصود به العلماء المعروفون الصورة الأولى الحرية الدينية نهى الاسلام عن عن إكراه الناس على الدخول في الاسلام. الاسلام ينهى عن الاكراه لا تكره احدا على في الاسلام كما قال تعالى كما قال الله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تكره أحدا على الدخول في الاسلام. لكن هذا ليس معناه أنك لا تدعو أحدا إلى أن يدخل في الدين. وليس معناه أنك لا تبين بطلان عقيدة غير عقيدة في الإسلام غير دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام أي نعم يقول هنا نهى الإسلام عن إكراه الناس على الدخول في الإسلام فقال تعالى لا إكراه في الدين لماذا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم العروة الوثقى هي لا اله الا الله. هذه الصورة الأولى. طيب. الصورة الثانية حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة. عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، نظر إلى البيت الحرام. نظرات حانية ثم قال مخاطبا مكة المكرمة: بلد الله الحرام إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله وإني والله لو لم أخرج منك ما خرجت فطيب الله خاطره ووعده بالرجوع إلى مكة فقال سبحانه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني سترجع قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وإذا كانت مكة المكرمة الوطن الأول للرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المدينة المنورة أو المدينة النبوية صارت بالهجرة إليها الوطن الثاني له صلى الله عليه وسلم، لذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا للمدينة وأهلها بالبركة، فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، كما أنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يرزقه هو وأصحابه أن يرزقه هو وأصحابه حب المدينة كما رزقه حب مكة فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد فهذا يظهر أن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ولولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج أو لو, أو لو, لو, لو لم أخرج منك حتى ما قال يعني في رواية لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج هنا حتى ما ذكر قومه لولا والله لو لم اخرج منك ما خرجت. وايضا لما كان في المدينه دعا الله ان يحبب اليه والى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. اي نعم. فالرسول يحب مكه ويحب المدينه. الصوره الثالثه وثيقه المدينه. تعد وثيقه المدينه اول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية، تمت كتابته فور هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. كما يعد هذا الدستور مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومعلما من معالم مجدها السياسي والإنساني. ما دستور المدينة هذا؟ دستور المدينة ما كان من ميثاق أو من عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أهل المدينة، أهل المدينة كان فيهم اليهود. وكان فيهم غير المسلمين، فحصلت هذه الوثيقة. يقول هنا يعد هذا الدستور يعني هذا القانون أو هذه الوثيقة مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، وما علمنا شيئا واضحا من معالم مجدها السياسي والإنساني. ويهدف دستور المدينة لتحسين العلاقة بين مختلف الطوائف والجماعات في المدينة وعلى رأسها المهاجرون والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم حتى يتمكن بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل من التصدي لأي عدوان خارجي على المدينة لأنهم اتفقوا أنهم كلهم يحافظون على المدينة ويدافعون عنها ضد أي عدو من خارج المدينة قال: وبإبرام هذا الدستور وإقرار جميع الفصائل بما فيه، صارت المدينة المنورة دولة وفاقية قائدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت المرجعية العليا فيها للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة للجميع، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والمساواة في العدل والمساواة والعدل. هذا الكلام عن وثيقة المدينة أنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا كانت الوثيقة من منطلق القوة ليست من منطلق الضعف طيب الصورة الرابعة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجران وهو عهد ضمن لنصارى نجران الأمان على أنفسهم وأموالهم وعشيرتهم وأماكن عبادتهم ومما ورد فيه ولنجران وحاشيتها ذمة الله ورسوله ذمة الله ورسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم لهم الذمة يعني لهم العهد والأمان يأمنون على دمائهم لا يقتلون يأمنون على أموالهم فلا تسلب فلا تؤخذ منهم فلا تؤخذ منهم يعملون على ملتهم على دينهم فلا يطالبون بالإكراه في تغييرها وبيعهم ما معنى البيع البيع مسجدهم وي... أو أو عبادة هم بيعبدوا فيه أحسن. زي المسجد أو الكنيسة نعم المسلمون يصلون في مكان عبادتهم المسجد والنصارى الكنيسة واليهود ال... ال... البيع لهم البيع كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مساجد ها ها الآية نعم الانتماء والمواطنة في الأدب أدب العربي إن حب الوطن والانتماء إليه كان وما زال متأصلا في النفوس متمكنا من القلوب على مر العصور والازمان ولقد تبارى الشعراء تسابقوا في تسجيل هذا الحب وهذا الانتماء وما اجمل قول شوقي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في خلد نفسي. طبعا لا لا شيء يفوق نعيم الجنة والخلود فيها. وقول القائل: "ولي وطن آليت ألا أبيعه ولا أرى غيري له الدهر مالكا لي." آليت، ما معنى آليت؟ آليت من فعل الا يألو ألا كيف نكتب الا يألو؟ سنكتب الا بالالف التي هي كالف العصا العصا مثل رجا يرجو اذا وجدت المضارع إذا, وجدت، اذا كان الفعل من ثلاثة احرف مثل الا فهذا الفعل وكان مضارعه بالواو فهذا الفعل يكتب بالالف التي تشبه العصا مثل رجا يرجو سما يسمو طيب الفعل الا يألو أؤلو الون بمعنى حلفا آليت ألا أبيعهم للذين يؤلون من نسائهم هذا يحلفون وحلف معين كما سدد هذا في الفقه لي وطن آليت ألا أبيعه ولا وآليت الا ارى غيري مالكا له طول الدهر وقول القائل بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ضنوا علي كرام بلادي حتى وان جارت علي فهي عزيزه مكانتها محفوظه وليست ذليله واهلي حتى وان بخلوا علي وظنوا والظن بخل بل أشد من البخل وإن ظنوا علي فهم كرام مهما كان منهم فإنهم أهلي في البدء وفي المنتهى بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام الحقيقة هناك أبيات أخرى من أبيات الشعر في تدل على يعني حنين الإنسان هذا الانتماء والمواطنة في الأدب أو في الشعر يظهر خصوصا عندما يبتعد الانسان عن وطنه فيحن اليه حنينا فحينئذ تظهر هذه العاطفه في الشعر او في الكلام آه ماذا قال الشاعر كان عبد الرحمن الداخل له ابيات تقريبا في هذا هذه أبياتها عجيبة يعني ودائما ما أتمثل بها يقول أيها الراكب الميمم أرضي أيها الراكب الميمم يعني متجه إلى أرضي أقري يعني أقرئ أقري من بعض السلام لبعضي أقري من بعض السلام لبعضي إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي ومالكيه بأرض جسمي في أرض لكن فؤادي ومن يملك فؤادي قلبي ومن يملكه في أرض أخرى كان يحن إلى أرض الشام فهمت هذا يا عمار؟ نعم ولقد روي عن الأصمعي أنه قال إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه وهذه يعني عبارة ما أجملها إذا أردت أن تعرف الرجل هل هو رجل حقيقة هل هو رجل أصيل أم لا فانظر كيف تحننه إلى وطني كيف حنينه إلى وطني هل يحن أو لا ما إذا كان جافا غليظ القلب فإنه لا يحن كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وهذا أيضا كما في صحيح البخاري أن حسن العهد من الإيمان الإنسان إذا كان عنده أصدقاء وأصحاب فيتعهدهم ويسأل عليهم هذا حسن العهد هذا من الإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بكاؤه على ما مضى من زمانه بعد ذلك الكلام في هذا كثير حقيقة روافد الانتماء والمواطنة الروافد جمع رافد الأشياء التي تمده وتغذيه يعني مثل ما نقول روافد النيل يعني مصادره ومنابعه التي تغذيه حتى يجري من الروافد التي تمد الإنسان بالمعلومات وتعزز فيه قيم الانتماء والمواطنة دور العبادة والمعهد والمدرسة والمجتمع المدني والإعلام عليكم السلام ورحمة الله طيب روافد الانتماء والمواطنة من الروافد التي تمد الإنسان بالمعلومات وتعزز فيه قيم الانتماء والمواطنة دور العبادة والمعهد والمدرسة دور العبادة والمعهد والمدرسة والمجتمع المدني والإعلام بأنماطه المتعددة المسموعة والمرئية المسموعة والمرئية والمقروءة وبهذا فإن حب الوطن يدعونا إلى الصدق الانتماء إليه والدفاع عنه ضد أعدائه والعمل على رفعة شأنه وسمو مكانته. ترجمة ذلك كله إلى العمل الجاد الذي يدفع هذا الوطن إلى المضي قدما نحو طريق التقدم والازدهار وأخذ مكانته اللائقة به بين الأمم حتى يمارس دوره الفاعل في دعم واستقرار عالمنا المعاصر. طيب. واضح هذه الفكرة الفقرة؟ نعم واضح معكس الجاد نعم الجاد شغل. ما العكس العمل الجاد ما معنى معكس جاد العمل الهذبان أو الهزيل ارفع صوتك من فضلك ما اسمعك لحضرتك العمل الهزبان أو الهزيل الهزيل الهازل ليس الهزيل الهزيل يعني الضعيف الهازل طيب طيب نعم عندك هنا الكلمات ومعانيها راسخة يعني ثابتة يقال رسخ الشيء يرسخ رسوخا يعني ثبت في موضعه والامتنان ذكر النعم والعمل على شكره والعمل على شكرها صنيعا الصنيع, الصنيع والصنيعة ما اصطنع من خير أو معروف جمع صنائع حمية الحمية الغيرة والأنفة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة إلى آخر الحديث أي ذلك في سبيل الله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأما الذي يقاتل حمية يعني غضبا أو غيرة وأنفا ها أن أن يظلم مثلا أحد من قومه أو كذا هذه الحمية الحمية هنا الغيرة والأن والأنفة التكبر أو الأنفة من العزة يعني والذي يقاتل بهذا السبب هذا ليس في سبيل الله طيب الحمية ليست مذمومة لكن الذنب هنا أنها أن الإنسان الذي يحركه هو هذا وهذه هذه من إشكالات العرب في قديما أنهم كانت تحركهم الحمية في حق أو باطل كما كما يقول شاعرهم وما أنا إلا من غزية يعني قبيلة غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد يعني إن كانوا في الطريق المستقيم كنت معهم وإلا وإن غاو غويت وإن ضلوا ضللت أيضا آه لما يقول الشاعر لا يسألون أخاهم فيما حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يعني لو واحد ناداهم ودعاهم أن يساعدوه أن يغيثوه لا يسألوه يعني أنت محق أو مبطل لا لذلك جاء الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف هذا عرفنا ننصره إذا كان مظلوما كيف ننصره إذا كان ظالما قال تمنعه عن ظلمه التكافل الاجتماعي هو أن يساعد القوي الضعيف والغني الفقير الرشد الهداية والاستقامة وضدها الغي والضلال الطاغوت اسم لكل ما يطغى ما يطغي الإنسان واسم اسم لكل ما تجاوز به العبد حده في الأصنام والأوثان والشياطين والساحر والكاهن الطاغوت خمسة استمسك يعني ثبت في أمري واستقام العروة الوثقى الاستقام على الطريقة المثلى والدين الحق وهي لا إله إلا الله لن فصام لها لن قطاع ولا زوال لها البيع جمع مفرده بيعة وهي دور عبادة عبادة لغير المسلمين اليهود نزعتني المنازعة المجاذبة بين اثنين ونزعته نفسه إلى الشيء يعني غالبته عليه نزوعا وشوقا إليه الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منها والمراد هنا دار الخلد وهي الجنة كما قلت لك لا نعيم يعدل نعيم الجنة أنا يعني أقول لو نزعتني في هذا وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي يعني في الجنة يريد أن نفسه تشتاق وهو في الجنة إلى إلى وطنه لكن يعني المسلم في الجنة ينسى كل ما كان في يعني نعيم الجنة يغلب كل نعيم وأيضا نعيم الجنة ينسي كل تعب ونصب آليت يعني حلفت كما قلنا هذا مثل آلا يألو التدريبات إن شاء الله تقرأ يعني أعد أعد قراءة الدرس مرة أخرى ثم حل هذه التدريبات وأرسلها مشكورا بارك الله فيك حاضر